حزب مستقبل وطن، حزب الأغلبية، الحزب المؤثر في الشارع على مستوى الجمهورية كلها. أسباب دعم حزب مستقبل وطن للسيد الرئيس. خلينا اقول لحضرتك، احنا لا ننكر الغلاف العاطفي لتأييدنا للسيد الرئيس. احنا كحزب مستقبل الوطن احنا نشأته كانت نشأة داعمه للسيد الرئيس، حتى كحركه شبابيه في 2013 قبل انتخابات 2014 تم انشاؤه، كنا حركه شبابيه داعمه للسيد الرئيس وتم انشاؤه في بعد انتخابات 2014، وظهر الحزب بشكله الجديد في 2018 مع الاندماج مع حملة كلنا معاك. احنا الان لا ننكر هذا الغلاف العاطفي، واحنا محبين للسيد الرئيس ومحبين لشخص السيد الرئيس، ولكن احنا في تأييدنا للسيد الرئيس كان عندنا منطلقات موضوعيه كبيره جدا. وخلينا اقول عشان نكون منصفين وعشان نكون حكام عدل على هذه المرحله من مراحل عمر الدوله المصريه، خلينا نقول ان 9 سنين في عمر اي دوله وفي عمر اي تنميه ليست بكم من العمر عشان نقدر نقول انه لا. نبص احنا من 2014 ل 2023 9 سنوات مليئين بالانجازات والاعمال. خلينا نقول ان قبل السيد الرئيس حتى ما يعلن ترشحه في 2014 لو جه وقال كده في برنامجه الانتخابي انا هعمل 1 2 3 وسرد الاعمال اللي تمت في تاريخ الدوله المصريه، ما كانش حد هيصدق كم الانجاز اللي تم على الارض. حقيقي اللي تم، كم الانجاز اللي تم على الارض المصريه كبير جدا. بس خليني وانا ببص لهذا الانجاز عشان نكون منصفين، لابد ان انا ابص لفتره عمر الدوله المصريه ما قبل 2014 اللي هي الفتره من 2011 ل 2013. هذه الفتره مهم جدا جدا ان احنا نبص عليها، واحنا بنبص على هذه المرحله ما نبصش على هذه المرحله متجرده عن هذه الفتره. ليه؟ صح. وانا بقول وانا ببص على هذه المرحله، انا مش بقول ببص عليها عشان اعمل نوع من انواع الترهيب او نوع من انواع اثاره الذعر او نوع من انواع التخويف. لا، انا بقول ببص عليها عشان اكون حكم عدل على هذه الفتره. صح. احنا في 2011 2013 وصلنا لشبه دوله، وصلنا لضياع مؤسساتنا، وصلنا لتهديد لارضنا سيناء وانتشار الارهاب في سيناء، وصلنا لمرحله كان ولادنا بيترموا من فوق الاسطح، وصلنا لمرحله لحصار لمدينه الانتاج الاعلامي للمحكمه الدستوريه، وصلنا لانعدام للمرافق والخدمات، وصلنا لمرحله ان احنا اطردنا من الاتحاد عشان الافريقي. عشان كده الاولويه عند السيد الرئيس كانت للاستقرار والامن، ووصلنا ان احنا اطردنا من الاتحاد الافريقي ان عدم دورنا الاقليمي والعالمي. نيجي نبص بقى الان، لا، مؤسساتنا دولة قوية. صح. ويمكن الأحداث الجارية حاليا كانت برضو بترد على بعض الناس اللي كانت بتقول ليه احنا بنصرف على جيشنا، ليه احنا بنصرف على أسلحة، ليه احنا بنصرف على القوات بتاعتنا والأمن. أظن الأحداث اللي بتحصل حوالينا في نطاقنا حتى الإقليمي. صح. يبرهن لنا قد إيه كانت بعد نظر السيد الرئيس ورؤيته المستقبلية ورؤيته للتحديات اللي بتواجه الدولة المصرية. شفنا انعدام للمرافق، لا، شفنا قد إيه الوقت خطة كانت محكمة، خطة محكمة للقضاء على العشوائية. شوفي كم المناطق العشوائية اللي كانت بتندرج تحت منطقة خطرة، منطقة خطر. وتم نقدر نقول النهاردة إن إحنا قضينا على العشوائية في مصر. نقدر نقول إن إحنا الحمد لله كانت الأمم المتحدة بتحتفل بمصر بإنها قضت على فيروس سي في الصحة، في مجال الصحة، مجال التعليم واللي تم فيه، وكم الجامعات اللي تم إنشائها، وكم المدارس اللي تم إنشائها. أنا مش في مجال إن أنا أعدل مبادرة حياة كريمة اللي يعني مبادرة غير مسبوقة في عمر الدولة المصرية، وغير مسبوقة حتى، يمكن أنا حتى حاولت إن أنا أقرأ في الأنظمة المقارنة إن أنا أشوف نموذج مشابه لنموذج حياة كريمة ما لقيتش في أي دولة من العالم. نموذج بيهتم بالبشر وبيهتم بالحجر. كل الكرة والنجوع. ما حصلتش كم هذه التنمية في كل المجالات، إذا كانت صحة، تعليم، صرف صحي، مياه، شباب ورياضة. الناس أصلاً مش مصدقة، يعني مش مصدقة كمية الإنجازات.